السلام عليكم ورحمة الله. اليوم هنتكلم عن شيء من جانب اللي هو الإنجاز. إيش هو الإنجاز وإيش هي الطموحات؟ الإنجاز هو اهتمام مهم، بس أنا في فيديو من الفيديوهات تكلمنا عن إنه في مهم وفي نشاط. الإنجاز عشان يكون في إنجاز، تمام، في عندنا هدف، تمام، في عندنا تنظيم، خلاص. الآن الهدف هنا معنا وهنا مهارة، أبسط وأسرع مثال لهذا الكلام شوف معايا، هجيب لك نفس الاستشهاد اللي يكون مرة ياسين مع واحد في الجانب الاستراتيجي بالنسبة للشيء التخطيط، يعني خلينا نسوي هدف وأحطه على نفسي وأوريك أنا لزي إيش هواي فيه عشان أوصل لهذا. جيب لي مثلا، طبعا الهدف شرط، أنا أجيب لك شيء غلط وأنا أجيب لك شيء صح. في أهداف غير ممكن، يعني الفيل المدير أو الفراشة تاكل لحم، هذا خارج المنطقة، يعني فيه غلط، كويس؟ فأنا هقول لك حاجة غلط اللي هو أدي الدور، لكن هل الدور مقنع؟ بالنسبة لي التنفيذيين أعطي الدور، أعطي الدور، بس
مثلا اذا كان في الكوره مثلا اقل من كذا شهور، مثلا شهور تشوف في التلفزيون ممثل يأدي دور انت مقتنع تماما انه هو ما بتحس انه هو قاعد، لان هو متقن للاداء، متقن جدا للاداء، بس الاداء هو بيأدي. ممكن شخص يقلد ممثل او يقلد ممثل يعني هذا انت اذا ما اقتنعت وشفت الاداء مقنع هو كمان لابد يمر بمرحلة التمرين حتى يتقن. هذا الشيء بالنسبة للإنجاز هو اللي هو يعني أي شخص صاحب مهنة مر بتجارب كثيرة من الفشل، هنا أقرار فشل 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 حتى الإتقان. أول ما يوصل حتى الإتقان يكون عنده أداء بخطوة واحدة. يعني هو مثلا اذا كان في الرياضه تلاقيه كل يوم يروح التمرين، كل يوم يروح التمرين، كل يوم يروح التمرين، كل يوم يروح التمرين، سنه اثنين ثلاثه اربعه خمسه كويس؟ عشان بعدين ايش؟ يكون عنده انجاز انه هو يحقق هدف واحد تمام في هجمه واحده لا تتعدى الخمس دقائق. اقصر تقريبا. هو عشان يزيد احتماليه الانجاز، اذا ما بدا يمسك اي واحد صاحب مهنة خاصة اي شخص لاعب ميكانيكي كبير اي احد يمر بتمرين ممكن يكون قيمة الانجاز ممكن يكون تمرين قاسي، تمرين قاسي تمام متعب ومشرف عشان يوصل للمرحلة هذه، لكن بمجرد ما هو يكون عنده الاداء المتميز انت هتقتنع على طول كثير من التمارين هذا هو الفكرة في